ثلاث مواد على الأقل من مجلس الدولة في تقريره اللي بعته لمجلس النواب، بيقول أو يحط بعدم دستورية هذه المواد الثلاثة، منها حصول الصحفي على تصريح أثناء تغطيته الأحداث. أمر آخر في مسألة حتمية عرض اللائحة التنفيذية للقانون على نقابة الصحفيين بالإضافة للجهات الأخرى. في الحقيقة كان لينا ملاحظات على القانون يمكن الكل عارفينها بشكل أساسي داخل المؤسسات الصحفية القومية زي بند الجمعيات العمومية. الجمعيات العمومية بالتركيبة الجديدة اللي بيقرها القانون أو إلى الآن مشروع القانون بيتكلم عنها، في الحقيقة يعني هي تركيبة غريبة جدا داخل المؤسسات الصحفية القومية، وبتخلي التمثيل الصحفي رغم طبيعة المؤسسات الصحفية داخل هذه المؤسسات يعني هنقول تمثيل ضعيف جدا، بتخلي 2 صحفيين فقط، بتخلي 2 عمال 2 اداريين، اما باقي 17 عضو 3 من الهيئه الوطنيه للصحافه بالاضافه الى رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه والعمل على انه هو يعني اختياره على انه يكون رئيس الجمعيه العموميه داخل كل مؤسسه من المؤسسات الصحفيه القوميه، بالاضافه الى الاستعانه باخرين من الخبرات الماليه والاداريه من خارج المؤسسات وغير صحفيين باختيار ايضا الهيئه الوطنيه للصحافه. في الحقيقه الماده دي ماده يعني نرى ان يجب ان يتم تعديلها بشكل اكبر. في ماده تانية خاصه بمساله الحبس الاحتياطي، دي برضو كانت من الملاحظات اللي احنا طرحناها. المساله الرابعه في مساله الاجراءات الخاصه بفصل الصحفي من اي مؤسسه صحفيه، بالاضافه الى الملاحظات اللي بعتها مجلس الدوله لمجلس النواب. هذه الملاحظات الاساسيه او هذا الهيكل الاساسي لمساله، طبعا بالاضافه لمساله الحبس الاحتياطي، كل هذه الملاحظات في الحقيقه احنا بعتناها لمجلس النواب لمحاوله الاخذ بها والعبور من هذه الازمه بشكل افضل وبشكل جيد. ووفد هيقابل رئيس مجلس النواب ولجنة الصحافة والإعلام ولجنة الصحافة والإعلام في البرلمان والمستشار عمر مروان وزير الشؤون البرلمانية عشان يعني نكمل حوارنا حول القانون. كمان هنستدعي عدد من الزملاء الصحفيين أعضاء مجلس النواب عشان يعني نكمل معاهم حوارنا ونأكد على ملاحظاتنا اللي احنا قلناها قبل كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا أكدنا في اجتماعنا النهاردة إن احنا هنجتمع الاسبوع الجاي على ضوء تطورات قصه القانون لبحث يعني الاجراءات اللي احنا هناخدها بعد كده، طبعا متضمنه كمان احترام يعني عدد مئات من الزملاء قدموا بدعوه للجمعيه العموميه لعقد جمعيه عموميه طارئه يعني في مواجهه القانون. احنا داخل مجلس نقابه الصحفيين كلنا اتفقنا من بداية الموضوع من بداية الأزمة إن إحنا إيد واحدة وعلى قلب رجل واحد، كل قراراتنا إلى الآن بالإجماع، ربما يختلف البعض في شكل المعالجة لكن في الآخر بنتناقش وبنتحاور وبنوصل مع بعض لأسلوب للعمل. النهاردة اتفقنا على إن إحنا بنستكمل مسألة المفاوضات، اتفقنا على إن إحنا هنقابل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب قبل الموافقة النهائية على القانون، اتفقنا على إصدار بيان بنقول فيه للجمعية العمومية اللي حصل النهاردة، وفي نفس الوقت يعني بنتكلم فيه على إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هي موجودة وهي الفترة اللي جاية أكيد مساندانا طوال الوقت. في الحقيقة إحنا بنتعامل مع الأمر بشكل هادئ أكثر، بشكل موزون أكثر ومتزن أكثر، وكنا اتفقنا ان نقيب الصحفيين الاستاذ عبد المحسن سلامه هو اللي هينوب عنا في مساله التفاوض. مجلس نقابه الصحفيين ايد واحده، عايز اكد على ان الجمعيه العموميه هي في ظهر مجلس نقابه الصحفيين، وعايز اقول ان الكل داخل مجلس نقابه الصحفيين يعمل لصالح الزملاء الصحفيين، وان مساله يعني عقد الجمعيه العموميه من عدمها في هذا التوقيت يعني يجب ان تؤدي الى اثرها الجيد المطلوب. اخترنا النهارده ان نتجاوز مساله يعني عقد جمعيه عموميه حاليا لمد فتره التفاوض والحديث بهدوء في المساله، ونتمنى من المسؤولين زي ما احنا بنتعامل بهذا الحرص وبهذا الاتزان وبهذا الهدوء عشان نخلق مناخ طيب لمساله التعديلات، وان يكون نضع الكل ده يعني في اطار مسؤوليته. في الحقيقه نتمنى ان شاء الله تكون في استجابه لهذه الملاحظات.